مرحبا شباب واهلا وسهلا بكم. اليوم في هذا الفيديو سنشرح عدة نقاط. الهدف منها هي تحويل تطبيق فلاتر من الإصدار القديم إلى الإصدار الجديد. النقاط الأساسية هم 4 نقاط، ولا بد عليك أنت كمطور تطبيقات فلاتر أن تمر بهذه الخطوات واحدة تلو الأخرى بالترتيب من أجل أن تحول تطبيقك إلى تطبيق فلاتر إلى الإصدار الجديد. النقطة الأولى هي كيف إعداد بيئة الجرادل الخاصة بمشروع فلاتر بعد استيراده من الكتاب، أو سواء كان المشروع لديك مخزن قديم. الخطوة الثانية هي كيفية ترحيل تطبيق فلاتر من امبيدنج 1 إلى امبيدنج 2. طبعا أنا شرحت فيديو سابق على هذه الخطوة، ولكن هناك بعض الإخوان عندما يقوم بعملية الترحيل والعمل بالخطوات التي في الفيديو التي شرحتها سابقا، سأضع لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، لا يقوم بعمل الخطوة التالية، وهي عمل ميجريتنج أو ترحيل للمكاتب إلى الإمبيدنج 2. الخطوة الأولى هي كيف ترحيل مشروعك من إمبيدنج 1 إلى إمبيدنج 2. طالما أنت قمت بعملية الترحيل إلى إمبيدنج 2، يجب أن ترحل المكاتب اللي في ملف البوكس يامل إلى الإمبيدنج أو تدعم إمبيدنج 2. وهناك خطوتين لعملية الترحيل للمكاتب منواليا يدويا أو عن طريق الأوامر. الخطوة الأخيرة هي عملية ترحيل الكود من النوال أنسيف إلى النوال سيفتي الفلاتر SDK 2.12 أو الأعلى أو الإصدار الأعلى. يجب عليك أن تركز في عملية الترحيل. هناك عملية ترحيل خاصة بالمشروع فلاتر، وعملية ترحيل تتبعها بشكل ضروري أنك بعد ما تقوم بعملية الترحيل المشروع الإمبيدنج 2 تقوم كذلك بعملية ترحيل المكاتب. الخطوة الأخيرة الرابعة هي اختيارية. إذا أردت أن ترحل مشروعك الكود إلى الإصدار 12 وما أعلى النوال سيفتي، يمكنك القيام بهذه الخطوة. إذا أردت أن يبقى المشروع كما هو في لا يدعم النوال سيفتي، أي في الإصدار 2.9 الفلاتر SDK أو أقل، فلا تقوم بهذه الخطوة، ولكن يفضل أنك تقوم بتحويل النوال سيفتي. هي ممارسة يعني لابد منها أو ينصح بها فريق فلاتر، بحيث يضمن تشغيل التطبيق بشكل آمن. أنا قمت مسبقا بتحميل مشروع بملف زب من الجيت هاب. سأقوم الآن بعملية الضغط على الملف وفتحه في الأندرويد ستوديو، ثم ضبط الجرادل، ولكن سأقوم بتسريع الفيديو من أجل لا يطول الوقت، فتابع معي. للقيام بفتح المشروع على الاندرويد ستوديو، نقوم بالذهاب إلى ملف الاندرويد ثم إلى الآب ثم إلى البيلد جريد. نقوم بضبط إعداد الجريدل على حسب الستار الفلاتر الذي يناسبه، وأنا سأقوم بتحديد التارجت STK 30 والمينيمم ريجن 21. المالتي دوكس انابل ليست ضرورية في حال قمت بتحديد المينيمم STK 21، فقط أنت تحتاجها إذا كان هنا المينيمم STK ريجن 16. كذلك قم بتعديل الكومبايل STK ريجن إلى 31، ثم الذهاب إلى project structure وضع STK على 30 وكذلك إلى 30. الذهاب إلى قسم البروبلم وإصلاح الأخطاء ونعمل ريموف. كذلك هنا بعد ذلك تقوم بعمل أبلاي ثم أوكي. ظهر هنا خطأين من أجل القيام بإصلاحهم تذهبون إلى الجرادل إكسبشن، تقوم بحذفها وكتابة حرف إب، سيعطيك يكمل لك بقية الكلمة فعل نوت فاوند إكسبشن، تضغط على إنتر سينتهي من الأخطاء. هذا الملف البيلد جريد جاهز، ثم ننتقل إلى هذا الملف ثم الضغط على جرادل، تقوم بتغيير توزيعات الجرادل إلى 6.7. كذلك نذهب إلى ملف البيلد جرادل ونقوم بتعديل ستار الكتلين إلى 6.10، كذلك هنا إلى 4.10. قمنا بإعداد بيئة الجرادل المناسبة أو المتوافقة لستار الفلاتر الخاص بك أو الخاص بي. يفضل من أجل العمل على عملية الترحيل أن يكون إصدار الفلاتر 2.5 أو أعلى channel stable. بالنسبة لي أنا أعمل على نسخة فلاتر 2.5.10، تذهبون إلى الفايل ثم setting هنا فلاتر، انتظر قليلا. هنا يظهر إصدار الفلاتر 2.5.10. ثم نذهب إلى ملف دارت وعمل enable dart support أو إضافة لغة دارت يتم إضافتها، ثم الذهاب إلى البوكس يامل وعمل بوكيت. انظر عندما تقوم بعمل بوكيت يظهر عندك هذا الخطأ. عند ظهور هذا الخطأ أي أن تطبيقك يستخدم يدعم الأولدر فريجين من الأندرويد امبيدنج 1، فتحتاج إلى تحويله إلى امبيدنج 2. من أجل تحويله إلى الامبيدنج 2 سننتقل إلى الخطوات التالية. نقوم بالخطوة الأولى، استدعينا استيراد المشروع ثم قمنا بفك ملف الضغط ثم قمنا بفتح ملف الأندرويد ستوديو، ثم عملنا ضبط السيت أب جريدل وقمنا بعمل بوبجيت. ظهر عندنا هذا الخطأ. عند ظهور هذا الخطأ يجب أن تحول مشروعك من امبيدنج 1 إلى امبيدنج 2. في البداية يظهر عندك هذا الخطأ أو هذا الخطأ بنفس هذا، يعني يخبرك أن الأندرويد أن مشروعك يدعم امبيدنج 1 فيجب تحويله إلى امبيدنج 2. طبعا شرح هذه الخطوات مشروحة في فيديو سابق، سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف، ولكن سنمر عليها مرور الكرام من أجل المراجعة فقط ومن أجل حل أو إصلاح هذا الخطأ. نقوم بالذهاب إلى ملف هنا المين كتلين من اكتيفيتي، هنا إذا كان المشروع يدعم Embedding 1 سيكون هناك كود آخر، فأنت تقوم بتحويله إلى هذا الكود مع أخذ بعين الاعتبار اسم الحزمة الخاصة بك. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الذهاب إلى ملف الأندرويد من ريست، ثم تقوم بعمل حذف لهذا السطر واستبداله بهذا السطر. ثم في أسفل المين أكتيفيتي تقوم بإضافة أندرويد إكسبرت ترو. كذلك يجب أن تتأكد من وجود هؤلاء الخاصيتين بالإضافة إلى هذه الخاصية الثالثة. كذلك تذهب إلى ملف الريس، وهنا ملفين ليس موجودين تقوم بإضافتهم. أنا قمت بنسخه مسبقا، هذا ملف وهذا ملف، تقوم بعمل كنترول اس أو نسخ، ثم الذهاب إلى ملف الريس وعمل لصق. تم إضافة الملفين. الآن قمنا بمراجعة سريعة وتأكيد على خطوات تحويل مشروعك من Embedding 1 إلى Embedding 2 بشكل ناجح. عندما أقوم بعمل أوبجت مرة أخرى لن يظهر هذا الخطأ، سيظهر لنا خطأ آخر. ننتظر. انظر، الخطأ الأول لم يظهر، ظهر لنا خطأ آخر وهو خطأ منطقي يخبرك أن الإضافات التي لديك في ملف البوب.xml البعض منها لا يدعم الإمبيدنج 2. نحن الآن قمنا بترحيل المشروع إلى فلاتر إلى إمبيدنج 2، لذا يجب أن تقوم بترحيل هذه المكاتب أو الإصدار الخاص بها قديم، يجب ترحيله أو أن يكون الحزم تدعم الإمبيدنج 2. كيف القيام بذلك؟ انظر هنا يعطيك اسم الحزم التي لا تدعم الإمبيدنج 2، الفايربيز اوث والفلاتر بلوبين والفلاتر توست والباث بروفايل. سنقوم بإصلاحها واحدة تلو الأخرى. انظر هنا في الخطوة الثانية يخبرك أن البلوجين يوز ديبريكيت فليجن، تستخدم إصدار قديم من الإمبيدنج. فالحل يجب أن نقوم بتغيير نسخة البلوجين أو الباكج بحيث تدعم الإمبيدنج 2. ومن أجل عمل ترحيل الباكج وجعلها تدعم الإمبيدنج 2 هناك طريقتين، طريقة مانوال والطريقة عن طريق الأوامر. نحن سنبدأ بالطريقة الأولى، أن تختار أي التي تريد. الخطوة الأولى هي بواسطة مانوال يدويا، وهو عن طريق عمل تغيير واختيار إصدار للبلوجين أو الباكج تدعم Embedding 2، ثم إصلاح الأخطاء التي سوف تظهر نتيجة تغيير الإصدار الخاص بالمكتبة. سنقوم بهذه الخطوات. انظر على سبيل المثال هذه المكتبة الأولى، أذهب إلى هنا تطبيق، انظروا نسخة الفلاتر فايربيز 0.15.4 نسخة قديمة. هذه هي نسخة قديمة، وهنا ملاحظة أنه بندق يعني معلقة أو موقوفة، لذا يفضل أن تقوم بتغييرها إلى هذه الإصدار أو النسخة ما قبل النول سيفتي، ما قبل إصدار 12. لأنه مشروعنا أو المشروع الخاص بنا ليس نول سيفتي، إنما هو إصدار قديم يعتبر نول سيفتي 2.2. كما هو معروف أن نسخة الSDK بفلاتر من 2 إلى 2.9 هي تعتبر نول سيفتي، ومن 12 وما فوق تعتبر نول سيفتي. لذلك عندما تقوم باستدعاء المكتبة سوف تقوم باستدعاء المكاتب التي تدعم الإصدار 2 ليس التي تدعم الإصدار 12. فنقوم بأخذ هذا الرقم، هذه النسخة ثم أضعها هنا. قبل أن نقوم بعمل بوب جيت، عندما تقوم بترحيل المكاتب يفضل أن تقوم بترحيلها حسب التبعية، لأن كل مكتبة تعتمد على الأخرى. عندما الآن أقوم بتغيير إصدار الفايربيز اوت إلى هذا النسخة قد تتأثر مكاتب أخرى، فأنا أقوم أظل بعملية التغيير حتى تتوافق المكاتب أو نسخ المكاتب فيما بينها. سوف نقوم بعمل بوب جيت، ومع متابعة الخطوات ستفهم كيفية عمل ترحيل الباكيج يدويا. انظر هنا، عندما قمنا بعمل تغيير نسخة الفايربيز اوث إلى هذا النسخة تأثرت نسخة الفايربيز كور، أي أن هذه الإصدار يعتمد على الإصدار من فايربيز كور 0.70. تقوم بتغيير هذا الرقم إلى أو نسخة الفايربيز كور إلى هذه النسخة، ثم عمل بوب جيت. انظر، عندما قمت بتغيير نسخة الفايربيز كور تأثرت مكتبة الفايربيز ستورج. الفايربيز ستورج 3.1.1 أين هي هذه؟ كانت تعتمد على الفايربيز كور 0.4.0 السابقة. كما أخبرتك المكاتب هي كل واحدة تعتمد على الأخرى، لذلك يجب أن تقوم بتغيير نسخ الباكج حتى تتوافق جميعا. طبعا أنا قمت بالتغييرات مسبقا، و هنا لدي نسخة سأقوم بإضافتها، أهي هذه هي نفس المكاتب التي هنا على سبيل المثال سأغيرها واحدة تلو الأخرى. هنا تأثرت لدينا الفايربيز ستورج، هنا الفايربيز ستورج سوف نغيرها إلى 7.0.0. سننظر ما هي المكتبة أو الحزمة التي ستتأثر، ثم نقوم بتغيير نسخة الإصدار الخاص بها. هنا تأثرت لدينا الكلاود فاير ستور لأنها كانت تعتمد على النسخة أو على حزمة أخرى التي هي الفايربيز كور، فنقوم بتغيير الكلاود فاير ستور إلى هذه النسخة. أنت في أي حزمة عندما تقوم بتغيير الرقم يجب أن تنظر إلى إصدار الفلاتر لديك. هنا 2.2 أي نول سيفتي، تختار النسخ التي من هنا وما أسفل ليس التي الأعلى. وإذا كان مشروعك 2.12 وأعلى تختار النسخ من المكتبة التي من هنا وأعلى، وهو التي تدعم النول سيفتي. انظر هنا لدينا هذه المكتبة التي تأثرت، قمنا بحل مشاكل الحزم المتعلقة بالفرابيز التي هي اوث والكلاود والستورج والكور. لم تعتبر لدينا. ظهرت لدينا حزم أخرى منها الفلاتر بلوجن اندرويد لايف سايكل. الحزمة هذه ليست موجودة هنا في ملف الويب سيامل، ولكن موجودة في مكان آخر. إذا أردت أن تعلم أين هي تقوم بتضليلها ثم عمل شيفت كترال آر، سيعطيك أي مكان هذه الحزمة. انظر هذه إصدارها 1.0.8. أفضل ترقيتها إلى هذا الإصدار. ثم تقوم بلصقها هنا، تصحيح مكان ثم عمل بابكيت، سيختفي مشكلة الحزمة هذه من هنا. ستظهر لنا مشاكل الحزم المكاتب الأخرى منها الفلاتر توست. انظر هنا كم رقم الإصدار الخاص بها فلاتر تست. سنقوم بتغييرها ب ب718. كذلك الباث بروفايدر هنا أقوم بحذفه واستبدالها ب4.0.4. لم يتبقى لدينا إلا هؤلاء المكتبتين. عند أعمال بابكت وإن شاء الله سيختفي مشكلة ترحيل الكاتب إلى الإمبيدينج توب أو التي تدعم الإمبيدينج توب. هنا خطأ لدينا، لا عفوا، هنا قمنا بنسخ إصدار البروفايدر ونحن نريد نسخة الباث بروفايدر. بابكت مرة أخرى. طبعا أنت تقوم بتغيير رقم الإصدارات من رقم الحزمة نفسها. على سبيل المثال هنا الباث بروفايدر، عندما نقوم بنسخها، لكن أنا قمت بالعمل عليها مسبقا. هذه هي الباث بروفايدر. انظر اخترنا النسخة رقم 1.6.28، هذه النسخة التي تدعم 2.1. لم نختر النسخ الأعلى التي هي نوال سيفتي التي تدعم فلاتر sdk 2.12 وما أعلى. حتى أغلب المكاتب تم اختيار النسخة ما قبل الترحيل إلى 2.12 التي هناك أغلبها كاملة. طبعا عندما تقوم بتغيير إصدار المكتبة من القديم للجديد ستحتاج إلى القيام ببعض التغييرات. انظر كما قلنا هنا، نقوم بتغيير النسخ المناسبة التي تدعم Embedding 2 ثم إصلاح الأخطاء إذا وجدت. أحيانا لا تظهر أخطاء وأحيانا تظهر، فهذا يعتمد على صاحب المكتبة. عندما قام بتحديث المكتبة هل قام بتغيير أكواد أو قام بتغيير اختصارات معينة. على سبيل المثال هذه المكتبة كلاود فايل ستور، تذهب هنا من قسم تشينجلوج وتنظر ما هي التغييرات التي حصلت في هذه المكتبة عندما رقيتها إلى إصدار آخر. على سبيل المثال لو ذهبنا إلى هذا الملف إلى هنا، انظر هنا هذه السطر أو المصطلح الخاص بالكلاود فاير ستور. هنا ظهر خطأ، أي أنه كان في الإصدار القديم كان يستخدم هذا المصطلح. في الإصدار الذي قمنا بتحديثه قبل قليل يستخدم كلمة أخرى. أنا كيف أعرف ما هي الكلمة الصحيحة؟ عندك طريقتين، إما أن تذهب إلى اسم المكتبة في الموقع البوبديف وتنظر في قسمة شينجلو وترى ما هي التغييرات، أو على سبيل المثال هنا انظر بعض التغييرات التي حصلت. انظر هنا مثلا استبدل كلمة documents بكلمة docs. انظر سنبحث على كلمة documents هنا. انظر هذه الكلمة، انظر هنا عليه خطأ، تم تغييرها إلى كلمة دوكس فقط اختصار. يعني هذه ليست أخطاء التي تظهر هنا، إنما هي عبارة عن التغييرات اللي حصلت بسبب تغيير نسخة المكتبة. كذلك هنا مثلا هذا الخطأ كيف نقوم بإصلاحه؟ طريقة ثانية أن تقوم بعمل نسخ لهذا السطر ثم إلى المتصفح، تقوم بلصقه ثم إضافة كلمة فلاتر، وتقوم بإيجاد المشكلة إما عن طريق موقع ستيك أوفرفلو أو موقع آخر. انظر هنا يخبرك أن الفاير بيز يوزر تم تغييرها بكلمة يوزر، تقوم بحذفها واستبدالها بكلمة يوزر، ينتهي الخطأ. كذلك الخطأ الذي هنا فاير بيز تور قد تجده هنا في قسمة شينجلوت أو قد تجده في البحث عن طريق الخطأ، لكن أنا قمت بالبحث عليه مسبقا، وعند لحله تقوم بإضافة فايربيز ستوريج. انظر الخطأ فقط من أجل التوضيح لك كيف تعثر أو من أين تجد إصلاح الأخطاء بعد تغيير إصدار المكتبة. أنا طبعا سأقوم بتسريع الفيديو وحل جميع الأخطاء من أجل لا يطول وقت الفيديو، تابع معي. انتهينا من تصحيح أو تغيير الأكواد حسب الإصدارات الجديدة من المكاتب، ويعتبر الآن المشروع تم ترحيله إلى Embedding 2، ثم تم ترحيل المكاتب التي بالنسخ التي تدعم Embedding 2 بشكل ناجح. الآن سنقوم بعمل تشغيل للتطبيق. أتأكد أن العمل كان بشكل صحيح. سأقوم بحذف هذا النسخة من التطبيق. سأقوم بعمل بوقت من جديد. يفضل أو يجب أن تتأكد من علامات هنا الشبكة في المحاكي، إذا لم تكن موجودة فعليك القيام بإعادة تثبيتها مرة أخرى أو من هنا، لأن أحيانا نقوم بعمل بعض المشاريع من هنا. من هذا الخيار تقوم بإغلاق المحاكي على سبيل المثال إذا لم تكن هذه العلامة ظاهرة، ثم تذهب إلى هنا. بعد إغلاق المحاكي تقوم بعمل ويب داتا، ثم تنتظر قليلا ثم تقوم بعمل رن أو لانش مرة أخرى من جديد. سيتم فتح المحاكي وتنتظر فترة بسيطة من أجل ضبط الإعدادات تلقائيا. بعدها ستظهر لك هذه الإشارة، هنا يعتبر أن المحاكي جاهز. يظهر لدينا خطأ، ننظر ما هو الخطأ. الخطأ كان بسبب أني لم أقم بتحديد مسار المشروع. انظر هنا عندما أقوم بفتح الترمينال هنا يعطيني مسار سي ديفلوبمنت فلاتر، لكن أنا سأقوم بتغييره للمسار الخاص بالمشروع أين المشروع موجود في الديسكتوب. سأقوم بعمل sd cd شرطة، ثم ينقلنا إلى ملف السي ثم cd، وسأنسخ مسار المشروع من هنا. سي مضافة مسبقا، انظر هذه السي، فسنقوم بإضافة المسارات الأخرى يوزر واسم المستخدم ثم الديسكتوب ثم اسم المشروع ثم عمل انتر. هنا ينقلك إلى مكان المشروع. بعد ذلك تأتي إلى هنا ثم تقوم بعمل رن مرة أخرى. تظهر هذه الأخطاء عادة عندما تقوم باستيراد المشاريع من فلاتر من جيت هاب. ظهرت لدينا كذلك مشكلة. هذه المشكلة هي شائعة، أي أن هنا لدينا مكتبة أو حسمة أخرى ليست مرحلة إلى أو لا تدعم رقم إصدارها، لا يدعم الإمبيدنج تول، لذلك تقوم باختيار رقم النسخة من هذه المكتبة الذي يدعم الإمبيدنج تول 3.1.0. هنا التطبيق سيعمل دور هذه الإشارة أو هذا السطر، بالتأكيد أن التطبيق سيعمل، ولكن هناك أخطاء أحيانا في تركيب الجافا وعن عملية إصدار الفلاتر، يعني الخطأ ليس متعلق بكم، إن شاء الله هذا الخطأ لن يظهر لديكم. ننتظر حتى يكتمل تسلم المشروع. هنا تم تشغيل المشروع بنجاح. الخطوة التي بعد هذه هي نعود إلى كيفية عمل ميجريت باكج أو ترحيل المكاتب إلى الإصدار الذي يدعم الإمبيدنج تو عن طريق الكومنت، عن طريق وجه الأوامر في الترمينال. هناك عدة خطوات، منها الخطوة الأولى أن تكون نسخة ال SDK 2.12 أو أكثر سواء فلاتر أو للدارت، عن طريق تشغيل هذا الأمر للتأكد كم نسخة الدارت لديك بالترمينال. هنا النسخة التي لدي 2.16.2 والمطلوبة 2.12 أو أعلى، فأنا أستخدم النسخة 16. الخطوة الثانية من أجل التأكد أن كل المكاتب التي لديك هنا تدعم migrating to null safety، أو أنها تدعم يعني تدعم supporting embedding to أو null safety، هو نفس الكلام. عن طريق تشغيل هذا الأمر سيعطينا الآن جدول إصدارات الحزم التي هي قابلة أو التي تدعم الإمبيدنج تو من نوع نول سيفتي. انظر هذا الجدول خاص بالباكج التي هنا، ولكن يعطينا الإصدارات الآخر إصدار أو الإصدار ما قبل الأخير. المقصد من هذا الجدول أن كل المكاتب التي لدي هنا التي استخدمتها في مشروعي تدعم النول سيفتي، أي تدعم الإمبيدنج تو. الآن يجب علي أن أقوم بتغيير نسخ الإصدارات التي هنا بهذا الجدول. طبعا إذا كنت لا تريد استخدام الطريقة عن طريق الكومنت وتكتفي باستخدام الطريقة التي باي هاند، خلاص لا، إلى هنا ينتهي عملك، إلى هنا ينتهي عملك، أو أنك تستغني عن هذه الخطوة وتقوم باستخدام الخطوة التي هي بالكومنت ترمينال. يعني البعض يفضل هذه والبعض يفضل هذه، لكن إذا أردت بالإضافة إلى ترحيل المكاتب إلى الإصدارات تدعم Embedding 2. ومع ذلك أردت ترقية مشروعك من نسخة الفلاتر SDK 2 إلى 12، يعني الإصدار الحديث ناول سيفتي، فيفضل أنك تستخدم الكوماند لاين، هذا الكوماند تيرمينال. الآن سننتقل للخطوة التالية في قسم ترحيل المكاتب. الآن تأكدنا أن مشروعنا والمكاتب التي في مشروعنا كلها تدعم الناول سيفتي. أحيانا يكون لديك مكاتب على سبيل المثال لا تدعم ناول سيفتي، فيعطيك هنا اسم الباكج وبجوارها علامة إكس أو خطأ، أي أن صاحب المكتبة لم يقم بترقيتها إلى الإصدار ناول سيفتي. على سبيل المثال هذه المكتبة سبقا، أي أنها واجهتني هذه. انظر على سبيل المثال هذه الكلاود فايل ستور، عندما تذهب إلى قسم الإصدارات والنسخ تم ترقيتها إلى الإصدار ناول سيفتي، تم الترقية. انظر، لكن المكتبة هذه التي سنقوم بالبحث عنها الآن حتى كاتب عليها أو بجوارها discontinue، أي متوقفة. أعلى نسخة لها تدعم 2.7 من الدارت SDK أو فلاتر SDK، أي أنه لم يتم ترقيتها إلى الناول سيفتي، لذلك سيعطينا هنا خطأ. لو أردت التأكد، انظر، لو قمنا بنسخها وإضافتها إلى الكود هنا ثم إعادة عمل هذا الكود مرة أخرى، انظر كيف سيأتينا الخطأ. أنا وضعت ملاحظة، يمكن أن تقوم باستبدال النسخة التي لا تدعم الناول سيفتي إذا كانت توجد. نحن في مشروعنا لم يوجد، لكن وضعناها هنا من أجل نريد كيف تقوم بحل المشكلة واستبدالها بحزمة مشابهة لها وتدعم الإمبيدنج الناول سيفتي. انظر هذه، يعطيك هنا خطأ أنها لا تدعم الناول سيفتي، هذه تعطيك مشكلة في عملية ترحيل الباكيج. لذا الحل أنك تقوم بمعرفة ما هو عمل هذا المكتبة. انظر هنا light with git package، انظر اللي تعطيك هذه البروجريس سيركل. سوف أبحث عن مكتبة مشابهة لها ولكن تدعم الناول سيفتي، يعني أي صاحب المكتبة قام بترقيتها إلى الإصدار الناول سيفتي. انظر هذه مكتبة مشابهة لها، progress dialog ناول سيفتي، تقوم بأخذها واستبدالها هنا، طبعا عندما تقوم بتغييرها بواحدة أخرى يجب أن تقوم بتغيير الأكواد التي الخاصة بهذه الحزمة، يعني الأكواد الخاصة بالحزمة الأولى التي كانت لا تدعم الناول سيفتي لها أكواد مختلفة. صحيح أنها تقوم بنفس العمل ولكن الأكواد مختلفة، فيجب عليك تغييرها بباكج أو إضافة مكتبة مشابهة لها في العمل ولكن مع تغيير الأكواد بما يتوافق معها. عندما القيام بعمل ببجيت ثم تشغيل نفس الأمر مرة ثالثة لن يعطينا ذاك الخطأ. تعلمنا من هذه الخطوة كيف تقوم بحل مشاكل إذا ظهرت أن هنا أي مكتبة فيها مشكلة. هنا انظر يخبرك أن لديك مشكلة. dependencies are locked. لكن بعد أن قمنا بتغيير مكتبة مشابهة لها ولكن تدعم النول سيفتي فلن يظهر لنا هذا الخطأ، أي أن المكتبة تدعم النول سيفتي. عندنا بالخارجي المكتبة تدعم النول سيفتي، هنا لم يظهر أي إشكالية. فقط قمت بإضافة هذه المكتبة للتوضيح لكم كيف تظهر الخطأ في حال كانت المكتبة لا تعمل نول سيفتي وكيف الحل، لكن نحن لا نحتاجها. ننتقل للخطوة التالية التي بعدها. انظر، كان الهدف من هذه الخطوة هي التأكد أن كل الحزم التي لدينا تدعم النول سيفتي. لم يظهرنا أي مشكلة، إذا كل الحزم تدعم النول سيفتي. انتظر قليلا. ليست هناك مشكلة. الخطوة الثالثة، قم بعمل upgrade to last version أو replaceable version. هذا الإصدار الأخير. عند القيام بعمل هذا الكود سيقوم بتغيير كل أرقام النسخ أو الإصدارات الخاصة بالمكاتب إلى هذا العمود. وصلت هذا الكود أو هذا الأمر. قام بتغيير كل الأرقام التي هنا الآن لاحظتها عندما تغيرت للتأكيد فقط. نسمي مثلا البروفايدر كانت التي لدينا تقريبا هي 4 0 4، لكن الآن تم تغييرها 6 0 3 6 0 3 إلى إصدار ما قبل الأخير. كذلك الإيمج كانت 2 تقريبا لا أعلم كم، ولكن الآن تم تغيير الإيمج إلى 3.3. هذا الإصدار ما قبل الأخير وليس الإصدار الأخير. هذا هو الهدف من هذا السطر، أنه قام بترقية كل المكاتب إلى الإمبيدنج 2. العفو، إلى النول سيفتي. بعد ذلك تقوم بعمل دارت بوبجيت من أجل تهيئة لغة دارت بما يتوافق مع المكاتب الجديدة. عند القيام بهذا الأمر ستظهر لنا أخطاء، والأخطاء هي بسبب أنك قمت بتحديد المكاتب. أحيانا عندما تقوم بتغيير إصدار المكتبة إلى إصدار حديث تظهر هناك بعض الأخطاء وفقا لما برمج صاحب المكتبة الكود. عندما يقوم بتحديد النسخة، انظر هنا، عندما يقوم بتحديدها من نسخة، من رقم نسخة إلى نسخة أخرى، أحيانا يقوم بعمل بعض التغييرات. أنت ستقوم بحل هذه التغييرات إذا ظهرت هنا في الملفات. أحيانا قد تظهر وأحيانا لا تظهر. انظر الخطوة التي بعدها، fix code and run pubgit. ننتظر قليلا، هي الأخطاء ظهرت، نحن سنقوم بإصلاحها. هذه مكتبة الإيمج باكج من الإصدار الحديث. تقوم بإضافة as a file ثم تضع هنا قوسين. تقوم بحل المشكلة. من أين تعثر على كيف تصلح هذه الأكواد؟ من المكتبة نفسها كما فعلنا في الفايربيز كلاود سابقا، أو تقوم بتحريك الماوس عليها ثم تنسخ هذا الخطأ وتبحث عنه في الستيك اوفر فلو. وأحيانا أندروسيتي يقترح لك الحل، نفس هذا الحل يخبرك بماذا تفعل، لكن مع حل المشاكل مرة تلو أخرى تكسب الخبرة ثم لا تواجهك مشاكل في المستقبل تحلها بشكل أسهل. لدينا خطأ. هنا قمنا بحذف جميع الأخطاء التي ظهرت بسبب تحديث الإصدارات الجديدة من المكتب. طبعا هنا قمنا بتحديث الإصدارات وترحيلها بما يتوافق مع النول سيفتي عن طريق سطر الأوامر الكوماند. انظر هنا النسخ الحديثة الآن تدعم نسخة 2.12 من الدارت أو الفلاتر SDK، ولكن نحن لدينا هنا ال SDK 2.2.2. ما أقصده أنك إذا لا تريد تغيير أو تحديث أو ترقية مشروعك إلى نسخة أحدث، تكتفي بأن تستخدم ترحيل المكاتب بواسطة باي هاند، وتحرص أن تكون رقم أو نسخة المكاتب 2 إلى 2.7. لكن إذا أردت أن تقوم بترحيل المكاتب مع ترقية مشروعك إلى نول سيفتي وهو الأفضل، فيفضل استخدام هذه الطريقة بواسطة الكوماند كما شرحناها. الخطوة الأخيرة من أجل ترحيل الكود، انظر هنا ترحيل الكود من نول سيفتي إلى تو نول سيفتي، أي وتحديد ال SDK إلى 2.12.0 أو أعلى كما تحب. عندما تقوم بترحيل الكود لديك كذلك طريقتين، طريقة يدوية وطريقة عن طريق الكوماند لاين أو ما تسمى الميجريتنج تول. انظر هنا الطريقة اليدوية عشان تتبع هذه الخطوات. إذا استخدمتها في البداية تقوم بتغيير تعديل المينيمم SDK إلى 2.12، ستقوم بتعديل هذا الرقم، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية regenerate package configuration file، تقوم بعمل dart pubgit. هنا في سطر أوامر أي أنك ستقوم بجلب لغة dart التي تدعم النسخة 12 أي نول سيفتي. عندما تقوم ننتقل إلى الخطوة الثالثة قبل ذلك. ستظهر عندك في هنا في الدارت Analyze عدة أخطاء، أنت تقوم ب Try to fix this. هي لا تعتبر أخطاء، هي إنما إيش إضافات ما تسمى بالهنت مارك الخاصة بالدارت، اللغة الدارت التي تدعم إصدار فلاتر 12 وأعلى، التي هي 4 علامات: علامة استفهام وعلامة التعجب والريكوايرد والليت. تذهب إلى أي من الملفات، انظر هنا على سبيل المثال هذا الملف، تقوم بضغط ريكوايرد وتظهر علامة استفهام. هنا تقوم بحل المشكلة عن طريق إضافة الأربع العلامات، سواء علامة استفهام أو علامة تعجب أو كلمة required أو late. حسب خبرتك ستعرف أين تضع كل واحدة. ستقوم بتعديل جميع الملفات بهذا النحو. خلاص هنا انتهت خطوة ترحيل مشروعك إلى آخر إصدار، ومشروعك جاهز. لعمل ببلش بنسخة حديثة من الفلاتر SDK. لكن هذه الخطوة اليدوية متعبة قليلا، تحتاج إلى الجهد والوقت. أنا سأعود خطوتين للوراء لكي أشرح لكم الخطوة التي عن طريق الكوماند أو الميجريتنج تول، وهي أسهل. أعود إلى الإصدار السابق لدينا، إلى الملف الذي قمنا بتعديل، نرجع إلى الشكل السابق ثم نقوم بعمل دارت بوب جيت، أي سيقوم بجلب لغة دارت التي تدعم 2.2 إصدار قديم، أي ليس هناك داعي لعمل علامة الاستفهام والتعجب وما إلى ذلك. الآن سنقوم بنفس العمل، انتظر حتى تختفي هذه الأخطاء. سنقوم بنفس العمل ولكن بطريقة migrating tool تسمى، وهي أسهل وأضمن. هذه هي الخطوة الثانية، نقوم بعمل بوبكيت حتى تختفي الأخطاء. نظم الأخطاء اختفت. الطريقة طريقة الميجريتنج تول ميجريت نول سيفتي بيفور ستارت. قبل البدء بعملية الميجريتنج للكود عن طريق هذه الأداة، تتأكد أن نسخة الدارت عندك 2.12 أو أعلى، وأن تكون ستيبل channel stable. هنا الخطوة الثانية نستخدم الأمر التالي للتأكد أن كل الديبنسيس أو المكاتب تدعم النول سيفتي، هذا الكود الذي استخدمناه سبقا ولكن للتأكيد فقط. انظر هنا يخبرك أن all your dependencies declare تعلن أو توضح أنها تدعم النول سيفتي. ننتقل للخطوة الثالثة، هي start migration tool by running the following command. نقوم باستخدام هذا الكود migrating tool من أجل ترحيل أو إضافة كل العلامات التي كنا سنضيفها بشكل يدوي، علامة الاستفهام والتعجب، بشكل أوتوماتيكي. انظر عند أعمال دارت ميجريتنج، ملاحظة لا تقوم بعمل بإضافة هذا الكود السطر دارت ميجريتنج، وما زال هناك أي خطأ في الكود لأنه لم يظهر لك الرابط. يجب أن تقوم بحل جميع المشاكل، إذا لم تقم ما زال هناك بعض الأخطاء لن يقوم بإظهار الرابط الذي سيظهر بعد قليل وسأشرحه لكم. نتم عملية الميجريتنج تول، وبعد القيام بهذا الكود يخبرنا هنا then the tool produce سوف تقدم لنا أو تنتج لنا لينك خاص بهذا المشروع، سوف أقوم بالضغط عليه وسيظهر لنا علامات الترحيل في البراوزر. انظر هذا هو الرابط، ضغط عليه سيفتح على المتصفح. انظر هنا لدينا كل ملفات المشروع الخاص بنا، مضاف إليها الهنت ماركر بشكل تلقائي. يعني هذه ميزة الميجريتنج تول، هي أسهل وأضمن من الطريقة اليدوية. كذلك ميزة أخرى أنه يمكنك الضغط على أي ملف ومعرفة سبب إضافة كل إشارة. على سبيل المثال هنا admin order في السطر 14 تم إضافة علامة استفهام رقم 14. هذا هو 14. String type string to null، يعني يخبرك بسبب إضافة كل علامة من هذه العلامات. بالضغط على الملف وتحديد رقم الإضافة سيعطيك ما هو سبب إضافتها. تتأكد أن كل الملفات مؤشر عليها بعلامة صح وهي تأتي مؤشرة تلقائيا. ثم لم يبقى لك إلا عمل apply migrating. عند الضغط على apply migrating ماذا سيحدث؟ سيتم إضافة كل هذه العلامات. انظر في هذا الملف هنا 7، وفي هذا الملف يوجد دعني أكبر الشاشة كامل. هذا الملف يوجد فيه 6. عند الضغط على apply migrating سيضيف كل هذه العلامات الهنت ماركر إلى الملفات المشروع الخاص بك، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتغيير نسخة الفلاتر SDK في الويب سيامل تلقائيا، عكس الطريقة اليدوية كنت أنت تقوم بإضافتها تغييرها يدويا، كذلك إضافة العلامات بشكل يدوي، لكن هنا بشكل اوتوماتيكي. سوف نقوم بضغط apply وانظر هنا إلى التغييرات التي ستحصل. apply migrating، الضغط على OK. هنا يخبرك أن apply migrating sdk migrating تم ترحيل 36 ملف. هنا تم تغيير ال sdk إلى 2.12، يعتبر ستار فلاتر نسخة فلاتر حديث. إذا أردت ترقيته إلى 16 أو 17 ليس هناك أي إشكالية، لكن نحن سنبقى على 12. كذلك تم إضافة العلامات إلى الملفات بشكل تلقائي. بالتأكيد هذه الملفات تم إضافتها بشكل تلقائي، لم تكن موجودة كالسابق، ولكن نحن قمنا بعمل ميجريتنج للكود. هنا انتهى الخطوات من كل هذه الخطوات. كانت هذه الخطوة الأخيرة هي عمل ميجريتنج للبتون وإضافة الهند ماركر إلى الكود وتغيير الفلاتر SDK فريتين في الويب سي عمل. انتهى الشرح. للتأكيد فقط سنقوم بعمل تشغيل مرة أخرى ونتأكد أن المشروع ليس هناك أي إشكالية. انتظر قليلا فقط، أنا سأنتقل إلى هذه الخيار تلقائيا مرة أخرى، وسأقوم بعمل إيقاف وتشغيل البرنامج من جديد. الآن سيتم تشغيل التطبيق. أيضا هناك ليست أي مشكلة. تلخيصا للخطوات، أنا انتظر قليلا حتى يظهر هذا، ولكن سألخص كل ما جرى في هذه الملاحظات. في البداية قمنا الهدف من هذا الفيديو هو أن تحويل مشروعك من إصدار فلاتر قديم embedding 1 إلى فلاتر إصدار حديث embedding 2. كانت عن طريق هذه الخطوة، وكنا نقوم بعدة خطوات من أجل التحويل إلى المشروع، ترحيل المشروع إلى embedding 2. الخطوات بشكل موسع موجودة في فيديو آخر شرحته سابقا، سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف. النقطة الثانية، وبعد ترحيل المشروع إلى Embedding 2 يجب أن ترحل المكاتب الخاصة بالمشروع إلى Embedding 2. من أجل ترحيل المكاتب إلى امبيدنج تول لديك طريقتين، طريقة يدوية وطريقة عن طريق الأوامر. إذا كنت كما أخبرتك مشروعك القديم نسخة SDK الفلاتر من 2 إلى 2.7 أو 9، يفضل أن تستخدم الباي هاند الطريقة عن طريق اليدوية، والتي عن طريق تغيير رقم إصدار المكتبة يدويا وتأكد أنك تعمل امبيدنج تو وإصلاح الأخطاء التي تظهر. أما إذا كنت ترغب بترقية مشروعك إلى إصدار آخر إصدار من فلاتر أو إصدار حديث يدعم النول سيفتي، وهذا يضمن لك تشغيل تطبيقك بشكل أفضل وأريح بدون أقل أو بأقل أخطاء. تستخدم ترحيل المكاتب إلى بطريقة الأوامر عن طريق التأكد من نسخة الدارت SDK، ثم التأكد أن كل المكاتب تدعم النول سيفتي، ثم تغيير إصدار المكاتب بشكل تلقائي، ثم جلب لغة دارت التي تدعم النول سيفتي وإصلاح الأخطاء إذا ظهرت، ثم عمل بابديت. من أجل ترحيل المشروع، ترحيل الكود هنا، ترحيل الكود إلى النول سيفتي وترقية المشروع، لدينا طريقتين، طريقة يدوية وطريقة مانوال. الفرق بينهما أن المانوال هي متعبة ومجهدة قليلا، والطريقة الكوماند هي أسهل وأريح ويفضلها فريق فلاتر وينصح بها. إذا كنت أردت عن طريق الميجريتنج باي هاند أو وجدت إشكالية في ترحيل كود المشروع عن طريق كود سطر الأوامر، استخدم الطريقة اليدوية، وهي عن طريق تغيير SDK الفلاتر في ملف البوبس يعمل بشكل مباشر إلى 2.12، ثم تشغيل دارت بوبكيت، ثم فتح الدارت أنالايز والتأكد من الأخطاء ثم تقوم بحلها، ثم إضافة الهنت ماركر اللي هي الأربع علامات، علامة الاستفهام والتعجب والريكوايرد والليت. أما إذا تريد أن تستخدم جريتنج تول هذه الأداة، تقوم باتباع هذه الخطوات كما شرحناها سابقا. هذا كل ما أردت أن أوضحه لكم. خلاصة الموضوع، عملية الترحيل هم ثلاث، ترحيل للمشروع وترحيل للمكاتب وترحيل للكود. أتمنى أن لا يكون هناك أي مشابهات، اعذرونا إذا أطلنا الفيديو. أتمنى لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.